بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ وصعد نحو القمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ وصعد نحو القمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در درس گذشته ما شما بعضی از کلماتی را گرفته بودیم که متعلق به فامیل بود. ای یک متن سینه میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما پشتر ما تکرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رزقنی الله. رزقنی الله. اسره کبیره. الحمد لله. هذا جدي. اسمه عبد الملك. وجدتي توفيت رحمها الله. هذا أبي. اسمه عبد الله. وأمي على قيد الحياة حفظها الله. هذا عمي وزوجته ربة المنزل. هذا ابني أنس هو تلميذ في الصف الرابع. یک ذره خدا شور بتین. فی الصف الرابع. بناتی صغیرات اسماؤهن سمیت و اسماء و نصیبت و خول سهری توفی رحمه الله و حماتی توفيت أيضا رحمها الله. لي أخ واحد اسمه قل رحيم وهو المحامي. خب هنا ترجمة ميكنين مثلا تدارا ما بتون ترجمة ميكنين. بسم الله الرحمن الرحيم. رزقني الله أسرة كبيرة الحمد لله. الله تعالى برمايك أسرة فاميلة ميگن فاميلة بزرگي را نصيب نموده است یا رزق نموده است. خداوند برما فاميلة بزرگي داده است الحمد لله. هذا جدي اي پدر کلانم است. اسمه عبد الملك حيات يعني مادرم زنده هست. اگر چی میکنن مثلا پیشتر گفتیم مادر کلانم فوت کرده لکن مادرم زنده هست. از این خاطر میگی و امی على قید الحیا حفظه الله. خداوند حفظش کنه. برای کسی که زنده است میگیم حفظ الله حفظه الله. اگر مؤنث بود میگیم حفظه الله. و اگر فوت کرده میگیم که رحمه الله یا رحمها الله. هذا عمی ای کاکایم است. و زوجته و خانمش ربت المنزل. ربت المنزل اینه خانمی که در خانه کار میکنه. در خانه مثلا تربیه میکنه اولادای خود وظیفه بیرون نداره. هذا ابنی ای پسرم است. انس انس نام داره. هو تلمیذن او شاگرد است. فی الصف الرابع در صنف چهارم. بناتی صغیراتن دخترایم خرد خرد هستن. اسماؤهن نامهایشان سمیت و اسماء و نصیبت و خوله. نامهایشان سمیه اسماء نصیبه و خوله است. سهری خسرم توفیه فوت کرده رحمه الله خداوند ببخشش. و حماتی حمات چی را میگن؟ خشو را میگن.
و خوشی ما ایدن توفیت ایدن همچنان وفات نموده، رحمه الله او را هم خدا ببخشه. لی اخون واحدون، ما یک برادر دارم اسمه گل رحیم، نامش گل رحیم است و هو المحامی و او وکیل مدافع است. ایناله فهمیدین مطلب کلشه؟ سهر خسار و احیان اترس بسیاری وقتا مثلا در پشتو میگه دام او خیده، اگر خسر برشان باشه میگه او خیده است، اگر یازنهشان باشه. عرب ها سهر میگن اگر او دختر ازیرم گرفته او را سهر میگن، اگر او دختر ازیرم گرفته کلشه سهر میگن. رزقنی الله اسرتن کبیره الحمدلله رزقنی الله اسرتن کبیره الحمدلله هذا جدي اسمه عبد الملك وجدتي توفيت رحمها الله هذا أبي اسمه عبد الله وأمي على قيد الحياة حفظها الله هذا عمي وزوجته ربة المنزل هذا ابني أنس هو تلميذ في الصف الرابع بناتي صغيرات أسماؤهن سمية وأسماء ونسيبة وخولة صهري توفي رحمه الله وحماتي توفيت أيضا رحمها الله لي أخ واحد اسمه قل رحيم وهو المحامي حافظه الله. خب کی میتونه بر ما بخونه؟ بین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رزقنی الله اسره کبیره هذا جدی اسمه عبد الملك و جدتی توفیت رحمه الله رحمه الله هذا ابی اسمه عبد الله و امی على قید الحیاه حفظه الله هذا عمي وزوجته ربة المنزل هذا ابني أنس هو تلميذ في الصف الرابع بناتي صغيرات أسماهن سمية وأسماء ونسيبة وخولة سهري توفي رحمه أيضا رخ واحد اسمه قد رحيم وهو المحامي جزاك الله خيرا الرحمن الرحيم رزقني الله أسرة كبيرة الحمد لله جدتي توفيت رحمه الله أمي على قيد الحياة حفظها الله هذا عمي وزوجته ربة المنزل بناتي صغيرات أسماؤهن سمية وأسماء ونسيبة وخولة توفيت أيضا رحمه الله رحمه الله لي أخ واحد رحمه الله أسرة كبيرة الحمد لله هذا جدي اسمه عبد الملك رحمه الله هذا أبي اسمه حفظه الله هذا عمي وزوجته هذا عمي عم كاكارا ميقني وزوجته ربة المنزل هذا ابني أنس هو تلميذ في الصف الرابع بناتي صغيرات أسماءهن سمية وأسماء ونسيبة وخولة صهري توفي رحم الله وحماتي توفيت أيضا رحمه الله
لي أخ واحد اسمه بالرحيم وهو المعاقي محامي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رزقني الله أسرة كبيرة الحمد لله. هذا جدي اسمه عبد الملك وجدتي توفيت رحمها الله. هذا أبي اسمه عبد الله وأمي وزوجته ربة المنزل. هذا ابني أنس هو تلميذ في الصف الرابع. بناتي صغيرات أسماؤهن سمية وأسماء نسيبة وخولة. صهري توفي رحمه الله وحمادي توفيت أيضا رحمه الله. لي أخ واحد اسمه إبراهيم وهو المحامي. شباب أستاذ باش ما نال سوالت ميكرم. خب بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسمك؟ اسمي أحمد الشاه. ما اسم أبيك؟ اسمه بالبهرام. ما اسم عمك؟ اسمه جمال. هل جدتك على قيد الحياة؟ لا. توفيت؟ توفيت رحمها الله. عندما أنا صغيرا جد. توفيت عندما كنت صغيرا. ما اسم زوجتك؟ ليست لي زوجة. ما اسم حفيدك؟ نواسيت شنو عندنا؟ ليس ولدت. لم يلد بعد. جزاك الله خير. تفضل. هذا جدي اسمه الأستاذ مياخيل حفظه الله. باز تکرار میکنم. هذا جدی اسمه الاستاذ میخیل حفظه الله تعالی. بگوین هذا جدی اسمه الاستاذ میخیل حفظه الله تعالی. هذا عمي اسمه عبد الحفيظ حفظه الله تعالى. هذا عمي اسمه عبد الحفيظ حفظه الله تعالى. هذا خالي اسمه محب الله حفظه الله تعالى. هذا خالي إمامايمست. هذا خالي اسمه محب الله حفظه الله تعالى. هذا عمي الثاني. كاكاي دوميمست. عمي الثاني كاكاي دوممس اسمه سيف الله المسلول. سيف الله اسمه الأستاذ سيف الله حفظه الله. بقول هذا عمي الثاني يعني كاكاي دوممس. هذا عمي الثاني اسمه سيف الله حفظه الله تعالى. هذا ابن عمي الف ابن باي تلفظ نكوني. هذا ابن عمي اگر توقفين باز ميگن هذا ابن عمي اسمه محمد جيلان حفظه الله تعالى. ايش شد بچي كاكايم شد. هذا ابن عمي ای بچه کاکایم است. صحیح شد نه؟ خب هذا ابن خالی ای پسر مامایم است. اسمه رشاد. خب هذا ابنی
هذا ابني. هذا ابني. یک توقف میگیم باز میگن که اگرچه همزه که در ابن است ایره میگن همزه وصل است. همزه وصل چی مانه؟ که وقتی که در حالت وصل میشه خوانده نمیشه. از این خاطر میگی هذا ابنی. هذا ابنی. هذا ابنی. هذا ابنی. رشاد. رشاد. یا میگن اسمه رشاد. اسمه رشاد. هذا ابنی الثانی. هذا ابنی الثانی. ای بچه دومیم است. ای فرزند دومیم است. هذا ابن الثانی. اسمه عبدالرحمن. هذا ابن الثانی. یا هذا ابن الثانی. ابنی الثانی. یعنی پسر دومیم است. اسمه عبدالرحمن. و هذا حفیدی. هذا حفيدي. هذا حفيدي. اي نواسيم است. اسمه احمد ضياء. اسمه احمد ضياء. وهذا ابني الثالث. وهذا ابني الثالث. اي بچي سيوميم است. هذا ابني الثالث. هذا ابني الثالث. اسمه انس. اسمه انس. وهذا حفيدي الثاني. اسمه مجيب الله. اسمه مجيب الله. این حال شما وقتی که درس میخواین در جریان درس خواندن مهم نیست اگر نامایشان یاد نگرفتین، مثلا نامای پدرای خودتان و پدر کلانای خودتان هر کدام که به یادتان می گفته برین، درست است نه؟ مثلا میگه هذا جدی اسمه، مثلا نام پدر کلان ما محمد رسول است، میگه هذا جدی اسمه محمد رسول حفظه الله، هذا ابي اسمه عبد القادر حفظه الله، هذا عمي اسمه عبد الواحد حفظه الله، وهذا خالي اسمه محمد حفظه الله، وهذا ابن عمي اسمه قاسم حفظه الله، وهذا ابن عمتي اسمه مثلا نقيب الله حفظه الله حفظه الله، وهذا مثلا ابني اسمه انس حفظه الله، وهذا ابني الثاني اسمه مثلا حسن حفظه الله، وهذا ابني الثالث اسمه حسين حفظه الله حفظه الله، وهذا حفيدي لم يلد بعد ان شاء الله سيؤتيه الله حسين، وهذا حفيدي الثاني ان شاء الله سيكون لي حفيد ثان واحفاد، وانا ساكون جد للاحفاد. ها كميتون انا برما عملا بين امي درس ما را چیز بکنن تطبیق بکنن. قاری صاحب تشریف را بره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جدي اسمه الأستاذ مياخيل حفظه الله تعالى. هذا عمي اسمه عبد الحفيظ حفظه الله. هذا خالي اسمه محب الله حفظه الله تعالى. هذا عم الثالث اسمه عبد الرحمن حفظه الله تعالى. هذا أخي اسمه عبد المالك رحمه حفظه الله تعالى. هذا ابن أخي اسمه عبد الله حفظه الله تعالى. هذا ابن أخي الثالث اسمه محمد حسين رحمه حفظه الله تعالى. هذا ابن عمي اسمه عبد الرحمن حفظه الله تعالى. هذا حفيدي اسمه أحمد حفظه الله تعالى. هذا ابن أخي اسمه أنس حفظه الله. هذا ابن أخي الثالث اسمه مجيب الرحمن حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جدي اسمه الأستاذ مياخيل. هذا عمي اسمه عبد الرحمن. هذا ابن عمي اسمه أبو بكر. هذا خالي اسمه عمر. هذا ابن خالي اسمه عثمان. هذا أخي اسمه علي. هذا ابن أخي اسمه سعد. هذا ابن عمي اسمه سعيد.
هذا أخي صغير اسمه أناس وهذا حفيدي اسمه مجيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جدي اسمه الأستاذ ميخيل حفظهم الله. هذا عمي اسمه عبد الحفيظ حفظهم الله حفظه الله. هذا أخي اسمه محب الله. هذا خالي اسمه مجيب الرحمن حفظه الله. هذا ابني اسمه محمد إرشاد حفظه الله. هذا أخي اسمه أحمد إسماعيل حفظه الله. هذا أبي اسمه محمد يحيى حفظه الله. هذا حفيدي اسمه محمد يحيى حفظه الله. هذا ابني اسمه محمد أنس حفظه الله. هذا أخي اسمه مجيب الرحمن. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جدي اسمه الأستاذ ميخيل حفظه الله تعالى. وهذا عمي اسمه حفيظ الله حفظه الله تعالى. وهذا خالي اسمه مجيب الرحمن حفظه الله تعالى. وهذا ابن عمي واسمه أحمد حفظ الله تعالى. وهذا ابن عمي اسمه أحمد حفظ الله تعالى. وهذا ابني اسمه محمود. وهذا ابن عمه اسمه عبد الله. وهذا حفيظ اسمه أحمد. وهذا ابني صغيرة اسمه أنس أخي الصغير اسمه أنس. وهذا أخي اسمه مجيب. خب جيم دال كمشدد باشد. جد چی رو میگن؟ پدر کلان. جد پدر کلان بناهن جدتون. جیم دال یکردک سجد نقطه. جدتون مادر کلان. وقتی که میگین اب، ابون پدر، ابی پدر ما. سکن. جدون پدر کلان، جدی پدر کلان ما، جدوکا پدر کلان تو، جدوهو پدر کلان ازو. یه هفته گذشته ما شما خوانیم، امروز درس ما تطبیقی است. خب مادر کلان چی میگه؟ جدتی. چی میگیم؟ جدتی مادر کلان. جدتون مادر کلان و جدتی مادر کلان ما. جدتوکا مادر کلان تو، جدتوهو مادر کلان از او. اب، اب پدر میگن. ابی پدر ما. ابوکا پدر تو. ابوهو پدر او. ام مادر. الف میم. الف زمه داره. ام مادر. امی مادر من. اموکا مادر تو. اموهو مادر از او. امها مادر از او دختر. امنا مثلا ما میگیم السیدت عائشه رضی الله عنها امنا جمیعا. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها چون ازواج مطهرات مادرهای ما و شماست، میگیم السیدت عائشه رضی الله عنها امنا جمیعا، مادر همه ما و شماست. خب اینا وقتی که میگیم کاکا، عم، عین میم، عم کاکا، عمی کاکای ما، عموکا کاکای تو، عموهو کاکای از او، عمونا کاکای همه ما. خب برادر کاکا عمه میشه. در عربی هم عمتون، عمتون عمه. عمتی عمه من. عمتوکا عمه تو. عمتوهو عمه او. خال خی الف لام. خال ماما. خال ماما. خالی مامای من. هذا خالی ای مامای ما هست. هذا خالوکا ای مامای توست. هذا خالوهو ای مامای ازوست. خب خواهر خال خاله. ما و شما هم خاله میگیم. خالتون، خالتون خاله. خالتی خاله ما. خالتوهو خاله یزو. خالتونا خاله همه ما و شما. خب ابن
عم پسر کاکا، ابن العم پسر کاکا، هذا ابن عمی ای پسر کاکایم است، هذا ابن عمک ای پسر کاکای توست، هذا ابن عمه ای پسر کاکای ازو هست، ابن الخال پسر ماما، ابن الخال پسر ماما، ابن خالی پسر مامای ما، ابن خالک ابن خالک پسر مامای تو، ابن خالیه پسر مامای ازو. خب مثلا ابنی ابن پسر. خب ببخشید اینا بنت العم دختر کاکا، بنت عمی دختر کاکای من، مثلا ای ابن عمی بود بنت عمی دختر کاکایم، ای ابن خالی ابن الخال بچه ماما، بنت الخال دختر ماما. خب ابنی پسر من، ابن پسرم میگن و ابنی پسر من، ابنو که پسر تو، ابنوهو پسر ازو، بنت باز دخترم میگه، بنت دختر، بنتی دختر من، بنتو که دختر تو و بنتوهو دختر ازو. خب بعد ازو حفید مثلا میگه، خب حفید نواسر میگن، حی حی بیادر خی، حی فی یا دال، حفید نواسه که مذکر باشه، هذا حفیدی این نواسیم است، این نواسیم است، و حفیدو که نواسی تو، و حفیدوهو هذا حفیدو فلانن این نواسی فلان شخص است، حفید اگر دختر باشه بازم حفیدتون 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 ایشد نواسه. بعضی از کلمات دیگه هست مثلا داماد، مثلا میم هذا ختنی ای داماد ما هست، ختن چی رو میگن؟ داماد هم میگن ختن، اینال ختن خی تی نون ختن داماد هم میگن. و اگر سنوره ختن خو داماد هم میگن، اینال سنو که میگن در زبان دری، او رو باز کنتون کاف نون تی تی گردک کتای گردک تی مفتوحه چیز میگه مربوطه او رو میگن، کنتون سنو، هذا کنتی ای سنوی ما هست، هذا کنتو که ای سنوی تو هست، متوجه شده؟ سحر خسر، هذا سحری ای خسر ما هست، سحر و همچنان ای سحر خسر هم میگن غالبا، سحر خسر. اناله حماد با چی رو میگن؟ حماد خشور رو میگن، حماد ح میم الف اگردک سرش دو نقطه، حمادون حمادون خشو، کل کلمات شد یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، هو خاتم النبیین، هو خاتم النبیین و رحمت للعالمین، اسمه اسمه فی الارض محمد و اسمه فی العرش احمد، اسمه محمد و اسمه فی العرش احمد، ولد بمكة المكرمة زادها الله شرفا، ابوه عبد الله، ابوه عبد الله. اذا نبدا من جده نقول جده عبد المطلب وهو كان سيد القريش عندما هاجم ابرها على مكه، ابوه عبد الله توفي قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وامه امنه توفيت أيضا لكن بعد ميلاده صلى الله عليه وسلم، له إخوة ليس له أخ، ليس له أخ شقيق برسكان، ليس له أخ شقيق برادر سكان هذا،
ولا اخون لاب و نه برادر پدری، ولا اخون لام و همچنان برادر مادری هم نداشت، و لیس له اختون خواهر هم نداشت، و لیست له اخوات خواهرها هیچ نداشتن، و لیس له اخون ولا اخت. تزوج بالسیدت خدیجه رضی الله تعالی عنها وهو في الخامسة والعشرين من عمره، والسيدة خديجة رضي الله عنها في الأربعين من عمرها، في الأربعين من عمرها. لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد وبنات، أولاده كلهم ماتوا في صغرهم، أولادهم كلهم ماتوا في صغرهم، أما بناته فكبرنا. تزوجت السيدة فاطمة رضي الله عنها بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فعلي سهره، وكذلك نستطيع أن نقول ختنه. كلمة السهر ما يتعلم سهر بردامات هم استعمال كنين بر خسر هم استعمال كنين. سيدنا علي رضي الله عنه ختن النبي صلى الله عليه وسلم، داماتش بود، وأبو بكر رضي الله عنه سهره خسرش. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعائشة رضي الله عنها، فعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيسك بقيم زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها أبو بكر، إذن أبو بكر سهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحفاد، حفيده حسين، وله حفيد آخر اسمه حسن. إذن في العربية يقولون الحسنين، الحسنين يقولون لسيدنا علي، يقولون أبو الحسنين، يعني أبو الحسن والحسين. فإذن الحسن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسين أيضا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اسمه حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ له حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. ماذا بقي إذن؟ فهذه نبذة عن أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة، اقرأ 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 كانت أجمل حكمة، اقرأ بسم الله تعالى اقرأ وصعد نحو القمة، اقرأ بسم الله تعالى اقرأ وصعد نحو القمة، اقرأ 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 كانت أول كلمة.